تسهر بعد النزوح بعد ما الزول يخلص من دخراته. فكان الهدف بتاعنا انه نرجع اكبر قدر من الناس الى سوق العمل حتى يرجعوا يساندوا يعني اهلهم. فالعملية دي حتتم كيف؟ في ظل انه الناس بعيدة وانقطعت من دراستها ومن عملها ومن اماكن عملها ومن مدخراتها وكده. العملية دي ممكن تتم بانك انت حيثما كنت تلقى فرصة للتنافس والحصول على مناصب كويسة ومرموقة في المكان اللي انت قاعد فيه، اذا قاعد في مصر او اوغندا او دولة من دول الخليج تلقى فرصة سريعة. والكلام ده ما حيختصر فقط على الناس اللي ما عندهم، الناس اللي عندهم شهادات اكتملت شهاداتهم او عندهم خبرة بس، لا، حتى الناس اللي ما اكتمل تعليمهم في بعض الشهادات مطلوبة في سوق العمل، بيطلبوا فقط والشهادة الحصول عليها ما فيها شروط انك تكون حاصل على شهادة معينة. والحياة دي يعني لكل مهنة هيخصص لها يعني دراسة كاملة نحو ما هي هذه المشاريع، ما هذه الشهادات قصدي، والخطوات الحصول على آخر شهادة، يعني من أول شهادة في المجال المعين السوق العمل بيطلبها إلى آخر شهادة وأعلى شهادة. وحيكون في يعني بودكاست أو ورش عمل ينضم لها كل شخص، وحتكون مكررة ومعادة بحيث إنه أكبر قدر من الناس يستفيد من المعلومة لتخصصه. الكورسات دي بتقدم أصلاً بأموال، أصلاً هي شهادات، أنت بتقدر الكورس، قد يكون بالكورس ذاته ممكن يكون مجاني ومفتوح وفي واحد باشتراك، لكن أكيد الشهادة نفسها اللي بتقدم من كورسيرا أو من غيرها، الشهادة الموثقة من الجهة المعنية بقروش، يعني قد تصل ل $400 الشهادة والكورس الثاني. لكن إحنا حنتوصل مع كورسيرا زي ما قلنا حسب نتائج الاستبيان ده لمعادلة تتيح لكل الناس أنها تحصل على هذه الشهادات مجانا، بل يشمل المشروع يا أنور مراعاة توزيع الفرص جغرافيا داخل السودان وخارج السودان. ولأنه داخل السودان داخل في الأجندة الرئيسية، لابد أن نراعي في أماكن في داخل السودان ما عندها كهرباء وما عندها إنترنت، فيدخل في المشروع أيضا مشاريع أصغر، منها توفير ما نسميه الواي فاي هب، يكون مكان يتاح فيه إنترنت مجاني ويتاح فيه جو للاستماع والتعلم. عندنا تعاون كبير مع عدة جهات، منها سامة عندهم مركز في بورسودان وجهات أخرى. طبعا المشروع اللي سألتني منو برع المشروع ده، برع المشروع عدة أجسام مهنية وفي مقدمتهم صدقات هي التي تقود هذا المشروع، وفي الروابط المهنية منها رابطة المهندسين ورابطة تكنولوجيا المعلومات اللي انت رئيسها، وأيضا الباحثين السودانيين، وأيضا منظمة التنمية العمرانية، دي كلهم تحت مظلة صدقات بيقودوا هذا العمل. ونحن على اجتماعات متواصلة مع كورسيرا ومع جهات مانحة أخرى متعهدة بأنه لو حصل أي مصاريف في أو تكاليف يتم تغطيتها. لكن من الأهمية بمكان، ودي الرسالة التي تصل لكل الناس، من الأهمية بمكان أن الناس تشارك في واحد من الأهداف الرقمية اللي قدرنا نصليها أنه نحقق 120 ألف شخص يكون راغب في البرنامج ده، عشان قصاده كورسيرا توفر لنا 120 ألف رخصة بشهاداتها في كل المجالات. لما نتكلم عن كل المجالات لازم ندي أمثلة، يعني مثلا في مجال الاي تي في شهادات كثيرة جدا معروف إنها المتحصل على هذه الشهادة عنده فرص لأنه يلقى له عمل أكثر من غيره من ما حصل على الشهادات دي. ناس الاي تي حيبتدوا يكتبوا لنا الشهادات دي هي شنو.
في شهادات ما بتقدر تحصلها اللي تحصل قبالة شهادات معنية. فالتراتبية دي ذاتها عشان الحصول دي برضو حندخلها في البرنامج بتاعنا زي ما قلنا، حتكون في فيديوهات موجودة في الويب سايت بتاع بيس بتوضح لي كله كاتيجوري من السيكترز المهنية دي. انت تضغط على السيكتر بتاعك، هندسة مدنية، هندسة معمارية، طب جراحة، صيدلة، محاسبة، اي تي، هندسة زراعية، الى اخره من كل التخصصات. حيكون في شرح لما هو متواجد داخل كورسيرا وما يعادل من ديمان وحوجة في السوق العمل من شهادات. فالمفروض تكون صورة واضحة. طيب بعد ما الاستبيان ده ينجح بإذن الله تعالى، نحن عاوزين حسابيا عاوزين الناس تسجل بمعدل 1000 شخص في اليوم. 2000 لأنه 1000 دي احنا عدينا من غير دعاية. احنا نشرنا عملنا تيست الاستبيان ده قبل شهر تقريبا، فكان الاستجابة 1000. احنا عاوزين ده 2000 3000، عاوزين نحصل على 120,000 عشان يبقى لنا مجان. اذا ما حصلنا على 120,000 قد تكلف الشخص حتى لقب رمزي، لكن احنا ما عاوزين، عاوزينها تكون مجانيه. فكل ما كتر العدد حقيقه انه حيكون مجاني دي حتكون مؤكده باذن الله تعالى. فيا اخي بالله انشروا المعلومه دي وانشروا الرابط على الاستبيان دي للجميع عشان نحصل الهدف بتاعنا ده. والتيم في اسئله ثانيه كثيره جدا. اي نعم، هي بس طبعا يا اخوان الفكره الاساسيه انه بعد الحرب الناس تواجهت بانها طلعت اسواق بتاعت عمل طالبه غير الشهاده الاكاديميه بتاعتنا، عندك بكالوريوس ماجستير دكتوراه، طالبة شهادات مهنية على أساس أنه تديك الفرصة بتاعت التوظيف ولا كده. فالشهادات المهنية دي متوفرة يا إما عبر المراكز والشركات يا إما عبر منصات تعليمية ومهنية زي ناس كورسيرا وغيره. في ناس كان عندهم جهود سابقة لهم التقدير يعني، وجهود مستمرة يعني لهم ترفع القبعات لهم، لكن إحنا بدينا المبادرة دي لأنه في فرصة أكبر بتاعتين تسكيل بالموضوع. والأهم من كده إنه هيكون عندنا داشبورد خاص بينا نحن كسودانيين، نقدر نعرف فيه شنو الحياة اللي بنقدر نقدمها للناس. وأي زول حتى طيب في سؤال بيجي في رأس الناس، هل أنا لو مسجل قبل كده في كورسيرا ولا أخذت مثلا الحاجة دي مع ناس Learn for Sudan الشباب السوري، هل ممكن أسجل في مبادرتكم دي؟ أيوة نعم ممكن تسجل في مبادرتنا دي، لأنه لو زمان كان أنت حصلت على شهادة واحدة ولا شهادتين وإنت داير شهادة ثالثة رابعة إضافية ممكن تحصل على الشهاده دي ان شاء الله عبر المبادره بتاعتنا تكتمل، المشروع بتاعنا يكتمل بصوره كامله. هل مجانا؟ اي نعم مجانا. العدد قدر شنو؟ العدد انليميتد، قدر ما يكون الناس اكثر قدر ما بيكون نحن نيجوشيشن يعني البوزيشن بتاعنا بيكون افضل. فالمشروع ده يا اخواننا لازم يصل لكل الناس ولازم كل الناس تسجل فيه على اساس انه يكون الفرص بتاع التوظيف بتاعتهم والفرص بتاعت التقدم في المسيره المهنيه بتاعتهم تكون افضل يعني. تمام. في نقطة ثانية إنه الفرق في إنه الحاجة دي حتكون خاصة للسودانيين وحتكون قائم عليها مكتب تنفيذي معد لاستقبال وإعداد وترتيب الفهم لإنه الناس كيف تدخل على كورسيرا وتستفيد، وحيكون في متابعة للحالات عدم الحصول على شهادة، اي مصاعب تحصل على تحصل للناس دي حيكون عندهم مكان يسالوا ويكون في استجابه. نعم. الحاجه اللي كنت عاوز اشير لها برضو انه ده عاوزين من اللايف ده نفسه كل من استمع للمشروع ده وتفهم ابعاده وعاوز يتواصل مع بيس، احنا ان شاء الله هنرسل الرابط للتواصل مع بيس عشان يشاركوا معانا في اهدافنا عشان يكون عمل متكامل. تحديدا انا اقصد توفير اماكن بتاعه انترنت في السودان، يعني اذا كل اي انسان في السودان عنده مكان فاضي يستطيع انه يتيح في شكل انه صاله بوقت محدد ويكون فيه واي فاي. الحيز بالنسبه لنا مهم، كل ما كبر العدد الناس في السودان حيستفيدوا، وكل ما توسعت الرقعة في جميع الأماكن، إحنا عاوزينها في كل السودان من غير أي تحديد جغرافي، في أي مكان في السودان، بس عاوزين أكسس لمكان فيه إنترنت عشان نقدر نصل نجمع الناس في هذه الأماكن. وحيدخل بس الناس المشتركين طبعا بالأكاونت بتاعهم في حيمنح في كورسيرا وكده. فدي برضو عاوزين نفتح باب المشاركة لأي جهة أو فرد
عاوز يشارك معانا في برضو لو الناس عندها اي حلول في بالها لكيف الانترنت ممكن يتحلى ستارلينك ولا غيره يعني حاجه ما تكون فيها مشكله ولا ممنوعه ممكن برضو تكتب في الكومنتس هنا ده ممكن ترسل في الخاص لهاشم ولا ترسل لينا في الخاص وحنقرا الرسائل بتاعتكم ان شاء الله وحنخد الايميل بتاع بيس لو الناس ترسل فيه بصوره مباشره وفي في برضو صفحه بتاعت فيسبوك خاصه ببيس برضو الناس ممكن تمشي وترسل فيها وكده المشروع يا اخوانه الفريق بتاعه التنفيذي هيكون مكون من ناس في مع منظمه الصدقات الخيريه اللي احنا سعيدين جدا انها تكون في الواجهه مشرفه سمعة يعني ناصعة خدمت يعني وبتخدم ناس كتار جدا في مواضيع مختلفة ونحن كلنا نثق فيهم نحبهم يعني في الموضوع ده فده كان الفكرة الأساسية إنه نطلع الناس على المشروع بتاع تنمية القدرات نوري إنه في جهود يعني المصاب بتاعنا كبير وإن شاء الله ربنا يصلح الحال لكن في ناس كتار شغالين أخوان شغالين في الخلفية على أساس إنه يساعدوا الناس بالشيء اللي بيقدروا عليه طيب يا أنور في ناس حيقول لك يا أخي عليك الله شهادة شو قراءة شنو في الوقت ده يا أخي ده كلام ما مقنع إحنا يا ما قرينا ويا ما هنا وعملنا الإجابة يا أخواننا بيان بالعمل نحن هنا في دولة قطر الروابط المهنية زي أماكن كثيرة جدا استقبلت نازحين من مهندسين وأطباء وآي تي وكل التخصصات نسبة منهم بسيطة قدرت تنافس في سوق العمل والنسبة الأكبر وجد صعوبة كبيرة جدا جدا فقامت الروابط المهنية عملت تدريبات ابتداء من كيف تكتب السيرة الذاتية مرورا بتعمل بروفات لانترفيو كيف تجاوب على الأسئلة دخولا في التدريب على اللغة الإنجليزية كورسات مستمرة دخولا إلى تدريب في التخصصات المهنية نفسها حتى الشهادات ذاتها مثلا بتاعت آيزو رابطة المهندسين عملت ورشة كاملة انتهت بنجاح كل من انتسب ليها بالحصول على شهادة بتاعت آيزو بتاعت أوديتينج وأربعة منهم قبل أسبوع اشتغلوا يعني الشهادة دي حصلوا عليها قبل فترة بسيطة مباشرة اشتغلوا لأنه احنا عارفين سوق العمل محتاج لشنو وأنا أعتقد كل شخص في مكان ما عارف سوق العمل محتاج شنو خاصة من الناس اللي عندهم خبرات عالية وسنوات في العمل بيكونوا عارفين والله يا أخي السوق ده محتاج لكده فأنت تدي الشخص الجاي جديد وما عارف حاجة تقول له يا أخي إذا أنت عاوز تشتغل والسيرة بتاعتك تكون جاذبة أعمل الشهادة 1 2 3 تخش فإحنا عشان إحنا قاعدين حسي في قطر حتة محدودة والتجربة بتاعتنا محدودة عاوزينها تكون لكل السودانيين فكورسيرا حيكون عندها الحل الانتشار الأفقي ده لكل الناس ونحن علينا إنه نعمل التدريبات اللي كنا بنعملها هنا في صورة مصغرة تكون في ورش عمل مقسمة لمدة طويلة حسنا حنتكلم عن مدة المشروع نفسه المشروع إخوانا مستهدف أنه يخدم 120 ألف في 3 سنوات ليه؟ لأنه المسألة ما بس إنك نقول لك يا خش اختار لك كورس ده حاجة حتكون ما مفيدة نحن عاوزين تبذل أنت كم ساعة معانا عشان نوريك أنت ذاتك محتاج لها تجهادات وأنت ذاتك لما تخش حتختار لها تجهادات داخل كورسيرا ومن ثم انت حتبتدي تاخذ الكورس لانك حتكون عارف انت تصل لشنو فالحاجه دي تاخذ زمن في حتكون في محاضرات قد تكون لمده 40 دقيقه حق في اسئله واجوبه تتملاها ساعه لكل زول حد ما يقدر يفهم هو بالضبط حيكون محتاج لشهاده بناء على انت يا اخي اول حاجه في هذا المجال 2 انت اكاديميا محصل على شنو 3 4 5 نعرف المعلومات منك نديك الروشته حسب شنو حسب حاجتك طبعا الكلام ده يا اخوانا يعني داخلين فيه ناس بتوع موارد بشريه احنا سعيدين جدا انه معانا الاخت العزيزه ريم فيصل اللي هي المؤسسه بتاعت الجمعيه السودانيه لتنميه الموارد البشريه وهي زولا كوتش فدي اليمنت مهم جدا في المشروع بانه المشروع مش انه احنا حنوزع لك نديك رخصه نقول لك يا خمسه اقرا كورس بتاع بروجكت مانجمنت مثلا في من جوجل في كورسيرا ولا اقرا الكورس الفلاني مثلا بتاع الطب في هارفارد لا انما هل انت محتاج ليه ولا ما محتاج ليه وهل سوق العمل طالبه ولا ما طالبه لانه هي فرصه ورغبه وامكانيه مقدره لو ما سوق العمل اللي انت قاعد فيه واللي انت ده ايمج لانك تكون فيه طالب الحاجه دي يبقى القراءه بتاعت الكورس بتاعك ده والله هو يعني معرفه ولا شهاده اضافيه لكن ما محتاج لها فبوجود ناس الموارد البشريه كتر خيرهم داخلين في المشروع
يعني تطوعيا زينا كلنا احنا شغالين لوجه الله تعالى، ما دارين من زول اي حاجه غير انه بس الناس تشتغل تحسن اوضاعها وتحسن اوضاع اهلها وتدعمهم ان شاء الله ربنا يسهل على البلد. ده الهدف الكبير، ده الهدف الكبير انه الناس ترجع تستند لنفسها. نعم، لانه الناس عزيزه وعاوزه تظل عزيزه، وما في عز بغيرنا تحصل على دخلك بنفسك في اسرع فرصه ممكنه. فرجاء الان يا اخواننا طالبين منكم، انتوا عندكم الرابط بتاع الاستبيان، الناس اي زول عنده رغبه في انه ياخذ كورس شهاده مهنيه على اساس انه تساعده في التوظيف وكده، دي فرصه الان انك تملى الفورم ده. احنا مجرد ما العدد يوصل 120,000، بمجرد ما وصلنا الرقم ده احنا هنبدا طوال ان شاء الله في الاكشن. فاسي حاليا المهم المطلوب مننا انه يكون في 120,000 ايميل لناس داري يقروا في المشروع عندهم رغبه، على اساس انه احنا تمكنونا في انه نقدر نمشي ناخذ الخطوه اللي بعدها باذن الله. والله يجزيكم كل خير ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يبلغ المقاصد باذن الله. وفي اي اسئله بس واصلوا نعم. حنجاوب اول باول باذن الله. حنعمل لايف ثاني، حنعمل ثاني ان شاء الله، وحيكون معنا شخصيات ثانيه تجاوب على اكبر قدر من الاسئله. نعم، شكرا جزيلا لكم، الجمعه مبروكه وبخير عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.